مشاهدينا الكرام، لتعليقه على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشان السوري السيد ياسر النجار. اهلا بكم سيد ياسر. بدايه، انباء عن نزوح اكثر من 5000 عائله بسبب هجمات النظام في ادلب، كيف ترى اصرار النظام على خرق اتفاق سوتشي بشان ادلب؟ حياكم الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حقيقه يعني نعلم جميعا ان ما حصل في الاستانه 11 ليس له بالضروره اي اثر على واقع اتفاق ادلب. نعلم ان اتفاق ادلب كان هو اتفاق محصور بين فقط الدولتين روسيا وتركيا، في حين ان الاستانه تم احياؤه من جديد بناء على طلب روسيا بخصوص اشتراك ايران من جديد على اثر الملف السياسي. ولكن في نهايه الامر وجدنا ان ملف الاستانه لم يقدم ولم يؤخر باتجاه وقف اطلاق النار. لا تزال التجاوزات موجوده، لا تزال هناك عمليا اختراقات لهذه عمليه وقف اطلاق النار، لم تتطور العمليه كما أريد الترويج لها أن ستتحول إلى عملية وقف إطلاق نار شامل. وأيضا نعلم أن هناك محاولات من قبل إيران ونظام الأسد لافتعال عمليات عسكرية، إلغاء منها قضم بعض المساحات بناء على يعني موقف سلبي من الجانب الروسي. وتتحمل تركيا الآن فقط مشكلة عدم تنفيذ مثل هذا الاتفاق، لذلك سارع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طلب جلسة مفاوضات جديدة بين الجانبين التركي والروسي، مما يعني أن مسار الأستانة بمعزل عن ما يتم في من وقف إطلاق النار في إدلب. تحدثنا بشكل أدق عن موضوع المدنيين. الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن القصف الذي طال دير الزور، وهو القلق الذي تزامن أيضا مع تصريحات الأمم المتحدة بشأن القصف على المدينة. كيف ترى الموقف الدولي من الانتهاكات المستمرة رغم الاتفاقات؟ يعني أنا بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية أيضا كأنها أعطت الضوء الأخضر باتجاه قوات سوريا الديمقراطية. ما يحصل الآن حقيقة تجاوزات من قبل أيضا جبهات جديدة من ما يعرف بتنظيم البيكاكا أو البي واي دي، الجناح العسكري للبيكاكا. هذا التنظيم يفتعل الآن مواجهات في عدة مناطق، منها في شمال حلب مناطق مارع وأكثر من منطقة من هذه المناطق عفرين أيضا. وبالتالي كأن المطلوب الآن إثارة حركة البلبلة أو رسائل تتم التبادل ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن روسيا تستحي يعني تغمض العين عن التجاوزات التي تقوم بها إيران. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تقبل بتجاوزات تتم بمناطق نفوذ تركيا، وبالتالي كأن هناك عملية شحن مزيد من التوتر في تلك المنطقتين، وكأن تركيا يعني معنية الآن بأكثر من مكان فيه جبهات. وأنا بتصوري تركيا هي التي الآن يعني تريد يراد منها الامتصاص أو القبول سواء بالإرادة الأمريكية أو الإرادة الروسية، في حين أن روسيا تركيا تسعى إلى أن تكون على مسافة واحدة وتحاول يعني أن تنسجم بالتمايز ما بين الفريقين. النظام يشن حملات اعتقال في المناطق التي استولى عليها في الأشهر الماضية، ما الأهداف التي تقف خلف هذه الاعتقالات في ظل الحديث عن رغبة دولية لحل الأزمة السورية؟ تمام. هذا أيضا رسائل يؤديها النظام بشكل مباشر بناء على يعني مصلحة إيرانية يريد بها النظام أن يقول أن لا مصالحات على مستوى الأرض. المناطق السورية هي مناطق فقط يوجد فيها حل واحد فقط، وهو حل الحسم العسكري لا مسار سياسي. وبالتالي يستطيع النظام أن يقوم ما بدا له، يستطيع النظام أن يتجاوز كل العقوبات، ويستطيع أن يستخدم كل الأسلحة المحرمة دوليا، ويستطيع أيضا أن يتجاوز كل الاتفاقات الغير مرعية من قبل الأمم المتحدة. عندما روسيا كانت ضامن لبعض المفاوضات التي جرت في الجنوب أو في محيط مدينة دمشق أو حتى في حمص، روسيا تستطيع أن تتنصل لأن روسيا هي الضامن وهي بنفس الوقت الخصم، ولا يوجد أي مرجعية دولية لمثل هذه الاتفاقات، وبالتالي يستطيع النظام أن يتجاوزها بكل سهولة. أستاذ ياسر، هل نختلف أن الولايات المتحدة هي المتحكم بالقرار الدولي في العالم؟ يعني بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تخلط الأوراق على كل مساحات العالم كونها الأكثر نفوذا، ولكنها لا تستطيع أن تنهي جدلية معينة أو تستطيع أن تحسم أي صراع. بتصور الولايات المتحدة الأمريكية تمارس هذا الدور بشكل واضح وجلي على مستوى سوريا، عندما تستطيع أن يعني تخلط الأوراق أمام روسيا ولا تسمح لها
بالمضي بحل بذاته. وأيضا وجدنا نفس الأمر بالنسبة لأوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية يعني تراهن على مزيد من العقوبات على إيران، تراهن على مزيد من العقوبات على روسيا، ولكن في نهاية الأمر لا نرى توجها مهيمنا من الولايات المتحدة الأمريكية على حسم أي قرار في أي منطقة من العالم. شكرا جزيلا لك سيد ياسر النجار المتخصص في الشأن السوري.